يشارك طلابنا هذا العام في الآيفو، وهي مسابقة دولية استعدوا لها استعداد مع شركاء موهبة. الآيفو أو المسابقة أولمبياد الفيزياء الدولي مسابقة عريقة بدأت في عام 1967. بدأت المملكة المشاركة في هذه المسابقة في 2011. رصيد المملكة في هذه المسابقة 34 جائزة ما بين ميدالية وشهادة تقدير. قبل المشاركة في هذه المسابقة أخذنا تدريب عملي في دولة هنغاريا، كان مدة التدريب 11 يوم. هذا التدريب ساعدنا كيف أن نفكر بشكل أسرع ونحل المسائل بشكل أسرع. كان التدريب عبارة عن أسئلة من المسابقات السابقة في الفيزياء، كلها طبعا أسئلة عملية لكن فيها أجزاء نظرية تحتاج التفكير. أكثر المواضيع اللي بتخوف منها في الفيزياء ممكن تكون اللي هي الكهرباء والمغناطيسية، لكن الحمد لله أنه آخر تدريب آخر كم شهر كنا نتدرب في كاوست، وأيضا تدريب عملي برا السعودية، كان في تدريب عملي في استونيا وفي هنغاريا. خلال هذه التدريبات كان تركيزنا هذا الموضوعات، وقدرت أنه أتخطى هذا الخوف، وتدربنا على مسائل كثير، وبكذا دحين الحمد لله واثقة أنه لو جات مسألة في هذه المواضيع بكون متمكنة منها بإذن الله. من التجارب سويناها في هنغاريا كانت في عدة تجارب بالضوء باستخدام يعني الليزر. التجارب هذه مميزة جدا، يعني نقدر نوصل لقياسات دقيقة جدا بالنانومتر، ولكن تحتاج أفكار يعني من خصائص الضوء الحيود مثلا، إذا في ظروف معينة يحيد الضوء، فنستغل خصائص الضوء عشان نقدر نعرف خصائص الطول الموجي مثلا الضوء. هذه قياسات نقدر نسويها تحتاج فقط أفكار متقدمة. الفيزياء مادة جميلة جدا، يعني تربط، حتى تستخدم أشياء في الرياضيات شتى المجالات ما تستخدمها. الفيزياء أنا أشوفها أساس لكثير من المواد العلمية اللي موجودة اليوم، وممتع الفيزياء، يعني لما تدرس الفيزياء وتدرس الأسئلة اللي بناخدها والمفاهيم اللي بناخدها أنا أشوفها شيء ممتع بالنسبة لي. يعني كل ما تقدمنا أكثر في المواضيع كل ما حسيت أعرف زيادة في الموضوع هذا. بإذن الله في هذه المسابقة راح أحقق إنجاز أفخر فيه. هذه المسابقة هي أكثر مسابقة متحمس لها هذه السنة، واستعديت لها طول هذه السنة. الحمد لله شاركت فيها السنة الماضية وحققت ميدالية برونزية، لكن بإذن الله هذه السنة راح أحقق إنجاز أفضل وأفضل. بعد 10 ملتقيات تدريبية و3 ملتقيات تدريب مكثف وتدريب إلكتروني ومعسكرات تدريب عملي دولية في جامعات عريقة، وصل هؤلاء الطلاب لهذه المسابقة الدولية، وكانت البداية مسابقة موهوب.